الانسان ما يتجئ يعمل الحاجه هذيك راهو تماما راهو سبحانه مش قلب ربي سبحانه. خرب برشا بيوت، خرب برشا ديار، فرق برشا عائلات، من برشا فتنه وظلم كبير ياسر. ربك سبحانه راهو فهمني ولا يمهل ولا يمهل ولا يمهل ولا يمهل. اعترافات صادمة من فتاة تونسية تقول اللي 7 سنين مخطوبة كيف بطل منها عملت له السحر ودخلته لرازي. اليوم باش نحكيو على السحر والشعوذة وشنو ينجم يعمل معناتها في التونسي، ولا خلينا نقولوا معناتها في العبد بصفة عامة. شنو رايك؟ شوف بالنسبة للسحر راهي فتنة عظيمة، راهي فتنة كبيرة برشا. فهمني. الظلم مبين. على خاطر كي مش تلقى انسان هو علاش ذكر لك ربي ومستغفرين بالاسحار، هي راهي لهنا قله ايمان، ضعف ايمان. الانسان ما يتجئ يعمل الحاجه هذيك راهو تماما راهو سبحانه مش قريب لربي سبحانه. وبرشا خرب برشا بيوت، خرب برشا ديار، فرق برشا عائلات، عمل برشا فتنه وما نصحش به. خاطر بالرسمي استعين بالله، استعين بالصبر، استعين بالصلاه، معناها فهمني ربي سبحانه قال لك ما لهيكم، معناها لهيكم التكاثر، معناها سبحان الله فهمني. وخلينا نركزوا على نقطة كونه وليت حاجة عادية برشا، معناتها عادي تلقاه في قاعدة في قهوة ولا هو كيف كيف يقول لك راني مشيت للعراف ولا مشيت للعزام، عمل لي خلطة سحرية، عمل لي معناتها حرز ولا معناتها أي حاجة تابعة للتلامس هذاكم، وراهو عادي معناتها معناتها خلينا نقولوا انه معناتها اونا نورماليزي معناتها السحر هذايا. بالنسبه في معناها في السنوات هذيا معناها الاخيره معناها كثر برشا فهمني، ولا انسان كي يحب يخطب انسان وانسان ما ينوش فيه ولا فهمني، ولا يمشي لكل السحارين والمشعوذين والعياذ بالله فهمني. والله ظلم كبير ياسر، والله العظيم ظلم كبير ياسر، راهو السحر ولا حول ولا قوه الا بالله والعياذ بالله فهمني، راهو ظلم كبير ياسر فهمني. ربك سبحانه راهو فهمني ولا يمهل ولا يمهل. ما كيما نقولوا ما تفرحلوش الساحر هذاك والمشعوذ هذاك واللي مشي يعمل ما تفرحلوش. وخلينا نقولوا اللي معناتها برشا عارفين وسحره قاعدين يعملوا لهم في دي بوبليسيتي في التلفزه، معناتها قاعدين يشهروا فيهم ومعناتها ما فماش مراقبه. ما فماش مراقبه جمله بيان سور، خاطر المراقبه مشاوين في عهد بن علي شكون كان معناها فهمني، ولا في النظام السابق شكون كان يقول انا ساحر ولا مشعوذ ولا فهمني يجي نقرا كفك ولا يجي. فتنة ذي إن شاء الله ربي فهمني يسترنا من ربي. نحكيو شوية على البعد على الدين، البعد على الدين اليوم يخلي الإنسان معناتها يلتجئ للسحر باش يسهل أموره؟ أكيد، هو بعيد على ربي، هو في غفلة، تجي حاجة هذيك تأثر عليه ويتبح، مش عارف بروحه ليه هو ليش؟ الشيطان يجتهد عليه. نسأل الله السلامة والعافية وربي يحفظنا ويحفظكم وربي يسترنا. آمين يا رب. انت اليوم كباش تنصح الشعب التونسي، باش تنصح العباد، كيفاش نجم تعمل معناتها باش نجم تبعد على الحاجات هذوما؟ وانيبوا الى الله. انسان انت يا خويا ارجع لربي سبحانه، ادعي ربك، ادعي ربي سبحانه، هو اللي خلقك، هو اللي اعطاك اللي كرمك، هو المجيب سبحانه، راهو ما زيد لا خلاف في ذلك، راهو مش بتحكي لي راهو مش تقنع. ربك هو المعبود. فهمني حالة توعية ماذا بينا تصح يعطيكم الصحة، أنتم اليوم كبرنامج يعطيكم الصحة تابع فيكم برشا معناها في حالة توعية كيف نادية إن شاء الله إن شاء الله والله إن شاء الله. أوكي ما بين سامحني بين قوسين وبين قاسم هذايا فهمني راهي بالرسمي راهو والله قصة ويت راهي بالرسمي ضعف راهو لا حول ولا قوة إلا بالله الله المستعان ولا حول ولا قوة. يقول قايل اليوم ما أنت ذنب ذنب الرجل هذا ذنب النساء اللي استسهلوا حكايه كيما هكا معناتها. وخلينا نقولوا انت جاك بار اكزومبل ميساج على فيسبوك قال لك راهو كذا كذا ولا سافوار كذا كذا كذا، هم شو برضائهن وفيهم حتى شكون راجلها قال راوني معناها انا بعثت مرتي فهمني ولا باش لا حول ولا قوه. يعني خلينا نقولوا اللي ربي سبحانه معناتها ما قالش نعالجوا بالمعاشره، من وقتاش المعاشره كانت معناتها دواء الحاجه يعني جمله في السياق هذايا ما نجمش معناها نقول لك معناها فهمني جميل ولا في معناها باش ذكرت حاجه هذيا ولا فهمني. نسال الله السلامه والعافيه وربي يسترنا وربي يحفظنا. امين يا رب. به اليوم معناتها
خلينا نقولوا وقتش الدولة وقتش المراقبين يفيقوا معناتها، وخلينا نقولوا تولي حكاية مراقبة، تولي حكاية ممنوعة، خاصة وأنه معناتها برشا عارفين برشا معناتها مش عاودين يخدموا، ومعناتها عادي جهرا معناتها تلقاه يعمل في كما قلت لك قبيلة في دي بليسيتي، يستقطب عباد، حتى دي كليون يبداو شادين الصف عليه، ومعناتها وكأن شيئا لم يكن. يعني بالنسبة للحالة ذي السلطة المالية بصفة عامة تحمل المسؤولية، على خاطر ما فماش بادرة نتاع مراقبة، ما فماش بادرة نتاع معناها عينة، ما فماش بادرة نتاع تتبعات، ما فماش سيرتو توا على المواقع التواصل الاجتماعي شيء أكثر. راهو مواقع على مواقع التواصل الاجتماعي أو تلقى فهمني مانيش عارف أنا العلاج بالماء البرد ولا بالماء الساخن ولا درا شنوا ودرا شنوا بالرسمي. أنا بعد أعوذ بالله تراجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربي سبحانه وقال اقترب الناس حسابهم هم في غفلة المعرضون. والأدهى والأمر كونه العباد تستهلك، العباد معناتها تنساق وراه الحكاية هذوما. ذي يعطوا لك دواء ضعف، راهو ضعف، فما شكون راهو معناها كيما نقولوا يعرف الحاجة ذيك. حاجة معناها فارغة، حاجة ما فيها حد شيء، ما فيهاش ما نعرفش أنا فهمني، يتبعها كيك ما